تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله الزوال والله المساء حسب تواجداتكم في هذا المباشر. نعود مرة أخرى إلى طرح السؤال البسيط: بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ نطرح هذا السؤال ولا زلنا لم نتوصل بعد للإجابة أو بالإجابة من العياشة. إذا لا تنسوا من فضلكم التكبيس وشيروا لايف من فضلكم. تحياتي لكم، مرحبا وسهلا. بنت العيون مرحبا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لحظات إن شاء الله ولين نسمعوا النشيد الوطني الصحراوي ونبدأ إن شاء الله حلقتنا. مومية أحمد علي مرحبا وسهلا والله. إذا كبسوا وشيروا. كوش جمال مرحبا وسهلا، تحياتي لك وتحياتي لبلجيكا، مرحبا وسهلا. إذن نبدأ إن شاء الله. إذن سمعنا وإياكم النشيد الوطني الصحراوي، شكرا لكل من شارك اللايف، كل من كبس، أصحاب الورود، ما الأسود ما شفناهم. شكرا شكرا. المهم كل وردة هي كذلك أسد يعني حقيقة. شكرا لكم كاملين، تحياتي لكم كاملين. شكرا آية هبة، شكرا قادر من الجزائر من تعويليل مرحبا وسهلا. هشام مرحبا بك وسهلا، صليت وتحياتي. خير الكلام مرحبا وسهلا. حدي هون تحياتي مرحبا وسهلا. إذا نشوفوا كريم تحياتي، صحارى 77 فرنتي مرحبا وسهلا.
كوتش ان شاء الله، فقط طلبوا الجيست ان شاء الله. مرحبا بكم وسهلا. موسى تحياتي، لمين الصحراوية، مرحبا وسهلا. اذا ان شاء الله نبدأ على بركة الله. شوفوا الاخ كوتش معنا من بلجيكا. دائما عرفونا بانفسكم. اليوم حلقة 11 من ديسمبر 2023، اليوم الاثنين. تفضل الأخ كريم، تفضل. السلام عليكم ومرحبا بكم أخ كوتش من بلجيكا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الكريم. وانا انا أخ جزائري وبغيت نسألك واحد السؤال برك، مرحبا وسهلا، تفضل أخي الكريم. علاش ما نتهنوش من هذه المشاكل ونخلو الصحراء حرة؟ إن شاء الله لا نخلوها حرة، إن شاء الله. شكرا لك. لا نخلوها حرة، نخلوها حرة لأن حرها بالبغرير. خويا الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، ستحرر بإذن الله تعالى. فيها المسار الأممي، فيها المسار العسكري، فيها المسار الإعلامي. ما كان فيها خليها ما تخليها، حتى فلسطين ما خلوها، لأن فلسطين حتى هي تطالب باستقلالها. وراك شايف ماذا يقوم بشعبها. الجزائر اللي تقول عن انك انت من الجزائر، ما نظن على انك من الجزائر، لان هناك فرقه من والبارح هي تقدم راسها على اساس انها من الجزائر. طبعا الجزائر حتى هي ما تحرت بخليها، تحرت بالنضال وبالكفاح مده 132 سنه. الا في الزريبه اللي تسمع على انه الشعب حرر الأرض بالمسيرة بالبغرير وبالمسامة. صحراء 77، مرحبا وسهلا، تفضل أخي الكريم. تفضل أخي الكريم. كبور تفضل، دائما عرفونا بأنفسكم والمكان. كبر تفضل. السلام عليكم، كيف يا كريم؟ بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالك؟ والله إلا بخير الحمد لله، ما شاء الله. أمورك جيدة؟ عرفنا بنفسك. الحمد لله بخير. الاسم أمين؟ مرحبا. أمين من المغرب. مرحبا، تفضل أخي الكريم. يا صراحة نقول لك واحد الحاجة، كنت أعزل الناس اللي كنا كنتفرجوكم في التلفزة، ولكن شكرا خويا، شكرا خويا. كنت اخويا اعز عليك ولا ما كنت اعز عليك خارج النص هذا اخويا؟ كنت اعز عليك ولا ما تعز عليك؟ هذه غير فقط المشاعر الانسانيه اخويا. نحن هنا لا نناقش من المشاعر الانسانيه وهل تتزوجني ام اتزوجك اخويا. هون نناقش قضيه الصحراء الغربيه عند مجلس الامن الدولي، عندك فيها اخويا الحجج والادله، تفضل. اما تبقوا علينا ذيك الفلسفه، احنا اخويا رانا حافظين فلسفه الفكر المخزني، حافظينه، ماشي لا حافظينه، حافظينه ومبدعين فيه. مرحبا سلام جعفر. هارون، لذلك ما تضيعوا الوقت للناس. إنسان اللي يطلع يناقش الموضوع ويمشي مباشرة للحجج والأدلة على مغربية الصحراء قبل 75. تفضل أخي الكريم. قلت قضية هارون الصحراء تفضل. الأمم المتحدة ياك؟ الله يعاونك. سلم وعرف براسك. نحن الأصل وباقي التقليد. الإنسان يعرف براسه ويسلم. تفضل أخي الكريم، تفضل أخي الكريم. أم التسنيم، تفضل الأخت الكريمة. السلام عليكم، بغيت نقول وعليكم السلام. بغيت نهضر على واحد. عرف لنا براسك هي الأولى، دائما اللي يطلع وما يعرف براسه ينزل مباشرة. المعارضة في التيك توك، كل لايف عنده أدب. الإنسان ما أنت يبغي مريض يدخل دار. يا أخي، أنت مريض، أنت نعم مريض نعم يا
نعم أنا مريض، ولكن المشكلة ليست أنا أني مريض، المشكلة على أنك أنت اللي طالع عند واحد مريض، وذاك اللي كذلك معك حتى هو عياش طالع عنده مريض. خويا راه مشي عالج راسك وتعالى، فاسك المشكلة هو فيك أنت. لما تمشي عند واحد مريض تطلع عنده، راه خويا احنا خلينا خويا مرضى هو شي مشكلة شكينا عليك، أنت طبيب. عبد الله مرحبا وسهلا. لا نطلعك مرة أخرى الأخت تسنيم، ولكن عرفي براسك وتفضلي. أنا سورية من المغرب. مرحبا. هو شفتي خلي أختي، شفتي سبحان الله طلعتك مرة أخرى، أعطيتك فرصة أخرى، ما كان قاعد نعطيك فرصة أخرى. وأختي راه كل حاجة أنت درك تمشي عند شي دار تدخلي تفتحي الباب وتدخلي عليه. واخا اختي منين تمشي لشي دار، واش تدخل تفتحي الباب وتدخلي الدار، ولا تطلق بالاذن وتعرفي براسك باش يدخلوك؟ ضروري خصني نعرف براسي يعني. ايوا اختي راه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اختي راه عندنا موضوع للنقاش، هو قضيه الصحراء الغربيه، نطالبوا على جواب بسيط جدا، هو اللي يقول لها مغربيه يعطينا اختي الحجج قبل 75. تفضلي. بغيت نقول عاش الجمهوريه الغربيه الصحراويه. غير اختي صر ديكتاتورية. اختي صورة شوف راه شوفي اختي والله راه الناس يضحكوا فيك اختي. والله الا الديكتاتورية. والله اختي شوفي يضحكوا فيك. شوفي اختي والله اختي ما كانش ديكتاتورية قد نظام المخزن والمغرب. اختي تعرفي علاه؟ لانهم رباوكم على الديكتاتورية ورباوكم على الجهل اختي. انا فاتحتي نقاش لما سوت لا على الديكتاتوريه لا على الديمقراطيه. انا قلت لك شو طلعتك مرتين، ولكن سبحان الله انتم راه خريجي مدرسه واحده، انتم راكم خارجين من مدرسه واحده. شنو هي هذه المدرسه؟ هو يعني العبث اختي. هذه ليست قضيه العبث، ليست قضيه ربي ولادك اختي. ربي ولادك ربي ولادك لا خافيك. أما راه موضوع الصحراء الغربية كبيرة لك. ريبابليك ريف. جمهورية الريف. تفضل أخي الكريم. بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ بلا شك. مرحبا وسهلا والله. شحالك راضي الليل ياك لاباس؟ ما شاء الله شحالك انت بخير. عك الصحراء من الصحراء الغربية. مرحبا وسهلا والله. مرحبا وسهلا بكم والله. بالنسبة لي شفتك مع هذا الفيديو على الذبابة الإلكترونية النقافة اللي هو شرعي هذا لا شرعي. وبالنسبة لي آخر ذبابة إلكترونية للمخزن وتسليح بالهجوم على الجزائر ومغربية الصحراء، بعد منين مسح تراب ملكهم ومقدساتهم وتاريخهم وتطبيعهم. من الصدفة أنه سنتين أو ثلاثة أنا اتصلت به في الواتساب ودعمت قناته على اليوتيوب. هذا المتشرد اللي قاعد اللوجو في هذا ويمني. على كل حال نحترم الشعب اليمني حق على وقوفه مع الشعب الفلسطيني. على كل حال نزوج لي عند كتاب ينحب في والله الجوي ينحب في جلد الكتاب حق والله وموقف اليمن مع القضية الفلسطينية غطعا عنه سامح لأسعد لا شرعي انه يمشي الى منطقة وانه ينحاز لدعاية المخزن وانه يشارك في التضليل الممنهج للدعاية دار البريه ودار الفناء، يعني نفس اسلوب منار السليمي اللي تعود المشاهدين لاحظوه والناس لاحظته عن نفس الاسلوب اللي يستخدم المخزن يصرف حاجة من جر وراح اسعد. يعني بعد منين كانت عنده نسبة من المصداقية وكان يعني إنسان حر كما يدعي، يعني أصبح يوما ورا يوم
يبين على 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 وسخوه معاهم حقيقته للعام والخاص وسخوه معاهم كذا كان ايه جروه الى مستنقع يعني اخر الطيره به يعني عندما سحق اراد الله هلاك النملتي جنحها دالها جناح ياك تملات جريح وتشيلها وتطيح يعني اذا اراد الله هلاك النملتي جنحها استراتيجية تعات واضحه هو دعايه المخزن والتركيز قبال على على الهجوم تشويه الجزائر خاصه الجيش الشعبي الجزائري وقياده الجيش والجيش يعني نفس اسلوب منار السليم يا ابو سليم انت الكذاب نفس دعايه ونفس تشم فيه انه عاد مخزني اكثر من المخزن وذاك الله. ذاك بعد يحرق صورته يحرق شاشته ثاني الدراهم الدراهم وتحدى من اللي ما هو عارف هو يقينا وفي العمق عن هاي الاستراتيجية عنها قصيرة المدى انه المخزن فات استخدمها بجميع شتى اشكال المرتزقة ما فيهم جزائريين وانهاو كاملين انحرقوا وصبحوا ما عندهم قيمة صبحوا يكرروا دار البريه ودار الفنان اللي الشعب المغربي نفسه ما تلي صدقها ما بالك بالشعب الجزائري والشعب الموريتاني والشعب شاكين على الناس أقبياء وساجزين وجاهلين كيف كيف مزريبة كيف المعهد الاستراتيجي اللي يديروا المخابرات والدي سي اي وشاك على الناس أقبياء عنهم شي من يعني لعبة دراري والله وأنه قد يمرر مقالطات بكل أريحية وقد يضحك على الناس وأنه قد يأثر هو مصور لهم من القداوة أنه قد يأثر على الجزائريين والله على قيادتهم والله على موقفهم والله على تاريخهم والله على مقدساتهم يأثروا لا على الجهلاء في المغرب إيه هو ما اللي مقصود فيها ماسين هم عنهم أنه قد يعني آخر ذبابة آخر إفلاس المخزن أنه عادي يستعان بواحد متشرد يعني بين قوسين وبين مزدوجتين شعب وذاك هو حال والعالم كل كل يعرف والناس هم اللي الحمد لله عندها حصانة ضد دعاية المخزن شي كامل نتشم فيه رايح دعاية المخزن راه محروق يعني الله. نفس الأسلوب ونفس الخطوات اللي نتعاودهم معناها أنك فاشل هذا أسلوب المخزن اللي باقي جده بهاي الذبابة الإلكترونية بهاي النقافة اللي عادت باينة للمغاربة عنها نقافة وحتى بعض من المغاربة هاجموه وبعض من الأحرار أنا أصدقائي منهم قادر اسمه قادر غاندي اللي قال عنه مستعدين يدخل معاه في لايف مناظرة وهو تحداهم قال لهم نروحوا لشارع الفنا أرض العجائب ذيك السبع شارع الفنا حد سمعوا أراه فيه لا الصحراء وفيه ناس جاهلين وفيه الشحات وفيه جميع مصايب الدنيا هذه كل مصايب اللي عند المخزن اللي يعاني منها الأسرة العلوية هم يصدروها للجزائر كل شيء هم يصدروه للجزائر عن طريق من؟ عن طريق طرف ثاني وهو هذا المتشرد اللي هو آخر ذبابة إلكترونية لهم هم والله جزاك الله خير هذه استراتيجية واضحة يعني والله. محروقة جميع الأوراقها محروقة بكل المقاييس يعني نفس الخطوات يتابعها المخزن غير بطريقه على مسرح يعني اسعد الله الشرعي على اسرح المستشار شنو الروايه نفس الخطوات يعني نفس الفشل نفس الخطوات نفس الفشل هم مستطاعين اللي تحديت العبيد والعياشه كاينين احرار مغاربه واقوياء وعندهم قامات علميه ونضاليه وناس عندهم مؤهلات علميه تستطيع دحر جميل والله الراي العام وتخليك جميل لاباس لاباس نتيحوا الفرصه الحال ثاني والله جزاك الله خير على مداخلتك مرحبا بك وسهلا ونورني بك والله ونورني بك فكره راي العام والله جزاك الله خير مرحبا وسهلا والله ونورني بك محارب قديم عبد الله وافي تفضل تفضل اخي الكريم محارب قديم تفضل نوري الجي مرحبا وسهلا أنا بعد ظاهر عندي يكون اللي عاد فكاهة ماروك تفضل مرحبا رضا مرحبا تفضل أخي الكريم والله اللي بخير الحمد لله ما شاء الله أنا بصراحة كنت عرفنا بنفسك جزاك الله خير أنا من المغرب لا عرفناك من المغرب رح نعرف أنا من ضواد التلفاز عرفنا بنفسك جزاك الله خير
عالي عالي من المغرب. مرحبا، تفضل أخي. أنا كنت من رواد التلفزة المغربية ومن المعجبين جدا بارك الله فيك، والله بارك الله فيك. تفضل أخي، جاوبنا على سؤالنا أخويا، جاوبنا على سؤالنا، اسكو عنا سؤال. نعم هو بماذا الصحراء مغربية قبل 75؟ تفضل. أولا الصحراء مغربية منذ القدم، لأنها كانت تبايع السلاطين المغاربة، وكانت من المغرب من مراكش هل تسمح إلى لي خويا نناقش معك قضية البيعة؟ سيناء. نعم ما تسمح لي نناقش معك البيعة؟ دعني أرد عليك بعدها ايه غنناقش معك أرد. البيعة، بس قلت لي البيعة. نعم البيعة يا أخي لا يعترف بها القانون الدولي. البيعة مشى بها الحسن الثاني لمحكمة لاهاي وقالت له لا توجد روابط قانونية مع الصحراء الغربية، بين المغرب والصحراء الغربية وبين الصحراء الغربية وموريتانيا. والبيعة لا توجد إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. خويا هذا الشيء اللي كان عندكم اليوم في المغرب لا علاقة له بالبيعة. تفضل. حسنا، أعتقد أنك مخطئ اوكي ومخطئ اعطيني جدا. اخويا، لماذا؟ اعطوني اخويا لماذا؟ بانني ما لأن اعطيني اخويا. في تحديد المناطق للدول دائما ما اعتمدت على أن هذه القبيلة أو هذه القبيلة خويا قلت تمثل لك عن هوية. البيعة، قلت لك عن البيعة نعم ما البيعة هي تعترف. أن خليني اسمع نكمل لك عبارة، اسمع خليني نكمل لك عبارتي يا أخي. البيعة تفضل. ما يعترف بها القانون الدولي، لأن قضية الصحراء الغربية اللي يفتي فيها القانون الدولي خويا، ما يفتي أنا فيها لا متفق الملك معك. خويا، ما يفتي فيها لا أوكي. الملك لا فقيه لا شيء، اللي يفتي فيها هو أوكي. القانون الدولي خويا. خليني نعم. نتقدم معك في النقاش، خليني نتقدم معك في النقاش. فرضا على أنها مغربية، قلنا على أنها مغربية، هذه الأرض اللي قلت عنها مغربية قضت فيها إسبانيا مدة 92 سنة وهي فيها إسبانيا محتلتها. بماذا حارب المغرب باش يدافع على هذه الأرض مدة 92 سنة؟ أولا الأرض في القانون الدولي يتم تحديدها لمن هي تابعة خويا عالي، خويا عالي، شوف يرون خويا، خويا ويسألون عن عالي، خويا المناطق عالي، التي خويا عالي، تسكن في هذه المناطق خويا عالي، الغربية خويا عالي، خويا لمن عالي، هي تنتمي، خويا عالي، خويا لمن عالي، هي تنتمي خويا تاريخيا عالي، خويا عالي، ومن كان يحكمها خويا عالي، حاليا. اسمعني يا أخي، يا أخي هذا اسمعني، الشوط الأول. اسمع واسمعني يا أخي، دعني أكمل. واسمعني يا أخي. بماذا، أنت بماذا، تريد شوف أن خويا تقول هذه أرض، خويا خليني نتكلم يا أخي. خويا لا نعم تكلمت أنت وتكلمت أنا، راه ما يسمعنا حد يا أخي. خويا هذه الأرض محتلة، المغرب خاصو يدافع عنها. أعطيني خويا المعارك والشهداء الذين ارتقوا في هذه الأرض مدة 92 سنة. حرب الرمال وحرب حرب الرمال منين كانت أخويا؟ اسمع حرب الرمال الإسبان منين كانت؟ الإسبان من طردهم؟ هل طردتموهم أنتم؟ حرب الرمال منين عندما كانت طردنا أخويا؟ عندما طردنا الإسبان خرجتم وأخويا أنتم أعطيني وشكلتم المعارك جبهة. وأعطيني الشهداء. اسمع خرجتم أنتم وشكلتم أعطيني جبهة المعارك، أعطيني بعد أن المعارك طردنا والشهداء، بعد أن طرد أعطيني المغرب المعارك والشهداء، نازلة خضراء من أعطيني مراكش المعارك وأكاكير وكل والشهداء، الأراضي المغربية، أعطيني جئتم أنتم المعارك والشهداء، وطبقتم قانون أعطيني الصحراء المعارك وصنع والشهداء يا في علي، مصر، يا واكتبوا علي، عليه صنع في مصر. وعلي يا فهذه علي، وعلي، أرض مغربية أعطيني المعارك وستظل والشهداء. مغربية، لا ستظل حول ولا قوة، مغربية، ونحن من الله يعاونك اخويا، حررناها الله يعاونك، ونحن حررتوها من حررناها عزيزي، وانتم ولن تربح شيء، ستظل هناك. ولن تربح شيء. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف، تعرف كيف يشبه هؤلاء؟ وكأنك أمام حيط، جدار،
جدار يتكلم وصاي خلاص، وهو يقول لك تكلم والله اشرح والله بيان والله كذا، انا ما نسمعك انا، لا دو 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 دو، ولن تربح شيئا، ودو دو 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 دو، وانتم اذا منين تقول ان منين تقول ان انتم معناه على ان احنا ما احنا شيء وانتم شيء. ومنين نعودوا احنا شيء وانتم شيء؟ احنا على الاقل هاي خو ارضنا، ما انت رانك مغربي في ذاك الخلا، انت رانك لا في الرباط ولا الدار البيضاء ولا ما عرف منين. واخويا احنا ما نتكلمنا معاك على الدار البيضاء وعلى احنا نتكلمنا على الصحراء الغربيه يا اخي التي جيتموها بالكاميونات. ولكن دو 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 لا حول ولا قوة. عليكم أخي الرادي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. تحياتي لك أخي الرادي وتحية للجمهورية الصحراء الغربية وعاصمتها العيون. يا أخي الرادي. مرحبا وسهلا. الله يحفظك أخي الرادي. أنا جلال جلال، أنا دائم من القضية وقضية تحية الصحراء الغربية على كل حال. والله أنا عندي سؤال، أنت عندك سؤال يا أخي الرادي محمد الرادي، قلت لهم بماذا تسمى الصحراء المغربية؟ نعم بالقبائل. نعم وأنا عندي سؤال، يعني عندي صورة، يعني صورة يعني تاع أمير المدمنين، أمير المدمنين وماكرو والرئيس إبراهيم غالي وسونشيل في القمة تاع بروكسل الأوروبية الإفريقية. نعم في بروكسل، بروكسل. قلت لهم على ماذا تدل هذه الصورة لمحمد السادس أمير المدمنين وماكرو وفي القمة الأوروبية في بروكسل؟ هل من مجيب؟ واحد ما جاوبني لحد الآن، ما جاوبك حتى الان، واحد ما جاوب. كيف كيف حالك اخي رادي؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله كل شيء بخير. طلعنا واحد فوق السطح ومشينا للسمورة نزين عندك. شوف اخي محمد الرادي، كي يطلع لك واحد السطح روح كيما نقولوا لزانفيتي، روح لزانفيتي وروح للريكلاج، عملهم لي بوان هذوك كامل خضر، لي بوان الريكلاج لي بوان تلقى لي بوان كامل ديرهم خضر، واحد ما يطلع لك للسطح. ايه فهمت يا خويا اسمه، اذا لا تواصل معايا الخاص ان شاء الله باش تفهمني اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ما كان حتى مشكل، واحد ينزل ان شاء الله. ان شاء الله خير هذه، الله يحفظك خويا ان شاء الله. شكرا لك، امين امين، شكرا لك، شكرا لك ان شاء الله. الله يسلمك، السلام عليكم، صحه تبارك الله. السلام والله، مرحبا السلام والله، تحياتي والله، مرحبا السلام، مرحبا السلام والله، شكرا. اذا نحاول ديكونيكت، شكرا والله. طلع لنا حد السطح، ريبابليك نشوف الا طلعت انت رانا نعفو عنك انت، بس كنت قبل اللي ما بغيت تجاوب. تفضل ريبابليك ريف، اذا انت تفضل. هذا اللي نعذر لك نفس القصه، هذا ريبابليك ريف الريف. لا اسمح لي، اسمح لي. إذن والله هذاك محارب قديم، مرميته كوكتيل مرة أخرى. طبعا حدين نطلعوا فوق السطح، حاولوا مرميته. تفضل مرميته، تفضل. إذن لا جواب إلى حدود الآن، لا جواب.
بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ فضلكم كبسوا الجزائر الحر. السلام عليكم سي راضي. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا الجزائر الحر، مرحبا وسهلا. وتحية لأحرار الصحراء الغربية، مرحبا وسهلا والله، لأراضيه المحررة إن شاء الله بكل فرد، كل فرد من أفراد الصحراء الغربية بإذن الله تعالى. عرفنا في نفسك جزاك الله خيرا إذا سمحت. مجيد من متابعين من الجزائر، من متابعين قناة الراضي إلى آخر نفس إن شاء الله. إن شاء الله طول العمر إن شاء الله. الله يطول. تفضل أخي مجيد. لازم نبدلوا السؤال. لا لا مازال أنا عندي، أنا مازال شوف، أنا مازال عندي الأمل، عندي الأمل أنهم يلقاو. لا أنا نحوس على سؤال إثبات سبتة وليلية إسبانية. سبتة وليلية ماني عارف إثبات مدينة سبتة وليلية إسبانية، وهذا سؤال مطروح للمغاربة. خلينا ما تقولش يجاوبونا على السؤال الأول سراد. أول إن شاء الله إن شاء الله. وتحية الصحراء الغربية والله يرحم الشهداء تاع الصحراء الغربية. آمين كذلك، ويرحم الشهداء الجزائر إن شاء الله والشهداء في كل مكان. ربي يحفظكم واصل سي راضي، واصل رانا معاك نتبعوا فيك إن شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا والله إلى آخر الجزائري. مرحبا وسلم جيت. مرحبا وسلم. إذن لازلنا نطرح السؤال البسيط، بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ تفضل أخي حسين. السلام أخي موح. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. أنا ندير طالب للجزائريين سؤال موجه. إيه؟ سؤال موجه. لا عرفنا بنفسك جزاك الله. أنا حسين رشيد من تيزي وزو قبيل. إيه مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. إيه مع الصحراء العربية. مرحبا وسهلا. يعطيك الصحة. أنا نقول هذا أنت سؤالك موجه يا خوتنا الجزائريين، كي يدخلوا عند سي محمد هو يحشم، ما تحاولوش تجيب له البريكس ولا تجيب له هكذا. سؤال موجه، هل الصحراء غربية أو مغربية؟ هذا احنا نعرفوها الجزائريين، نعرفوها قول باللي الصحراء هي غربية. أكيد أكيد. ما تطولوش معاه، هو يحشم كي يشوفك جزائري يقول ما فيها بأس، ما فيها بضيوفنا هذوك ضيوفنا. لا 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 خاطئ يا سي محمد، أغلطنا في حقك يا ودي. إلى عندك الموجه للمغربي، أعطينا إذا كانت مغربية أعطيني الدليل. سينو الجزائريين تقول لي إحنا نعرفوا، إحنا نعرفوها كاع. على الأقل قول له إلا يسبوا واحد طيح له بالوالدين أدخل معاه قول له والسلام. هذا ما أكيد. شكرا والله، ربي يحفظك خويا الحسين. أنت تحشم شوية غا. ما ماشي كاملين يحشموا الناس كاملة الحمد لله تحشم. ما كان شوف أي إنسان، شوف أي إنسان فيه الخير والشر، ما كان حد منا ما فيه الخير والشر، لكن فقط كيف ده دخلوا في الغموق أخويا محمد. الجزائريين ما يعنيكمش هذا، هذا يهدر مع المغاربة. السؤال موجه لي. لا ما في بس وش. جزاك الله خيرا أخويا الحسين والله، جزاك الله، وصلت لفكرتك، ربي يحفظك إن شاء الله. ساكنا العياش والسب، سبحان الله، الإنسان يعود متربي في بيئة فيها السب يعود عنده السب عادي. لا الكلام الساقط أخويا، الكلام الساقط يعبر لا على تربية الإنسان، عن ضعف تربية الإنسان. أما الكلام الساقط شكون ما يعرف. تفضل أخ مستر بوندو أو بندق، تفضل أخي الكريم، تفضل. رزقي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل أخي الكريم. أخي الكريم تحية جزيل الشكر على المجهودات اللي كتقوم بها، ما شاء الله عليك. عرفنا بنفسك جزاك الله.
إنسان مثقف معروف. عرفنا بنفسك. السعيد العربي. عرفنا يعني بنفسك. جزاك الله خير. الأخ. عرفنا بنفسك. الأخ رزقي من بلجيكا. مرحبا. تفضل أخي. كان شكرك على هذه اللايفات وعلى تواضع. لا ما تشكرني، ذاك واجب. ذاك واجب يا أخوة، ذاك واجب. ذاك واجب يا أخوية تجاه القضية الوطنية، ذاك واجب. تفضل أخوية جاوبنا على السؤال، بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ تفضل أخي الكريم. نعم أخي الكريم. بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ في الحقيقة أخي إفريقيا كلها صحراء، وكلها للصحراويين وللناس اللي يعيشوا في إفريقيا. خويا رزقي شوف هذه قضية ناقش واحد القضية خويا عند الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، يقولوا فيها المغاربة على أنها مغربية، تتسميها مغربية أم غربية؟ في الحقيقة يا أخي بكل صراحة وبكل تواضع، المسألة مسألة الأمم المتحدة أو المجالس هذه ليس لها أي دور. هل تسميها صحراء غربية أم مغربية؟ أنا الصحراء لصحراء لأهل الصحراء. فهم يا أخي، الصحراء لأهل الصحراء ونحن نحترم أهل الصحراء. فإن أرادوا أن يكونوا مغربيين أو صحراويين شكلهم. أنا دخلت له بالجوج، هذيك يا أخي ما عنديش فيها الداتا، هذيك اللي فيها الداتا درت لها الطيارة وزودت لها فيفي، اللي زودت لها فيفي درت له تما، أقسم بالله أنا باقي له في السطح، واخا لعب الجولة أنا باقي له في السطح. يا ود القحبه النقش، انا معك يا ود القحبه، واني كمك يا الخراي، واني كمك. ويا الجهل، مرحبا وسهلا هشام. ويا الجهل والكلام الساقط، ما عنده ما يبدل لكم. وذاك الكلام قلت لك فعلت لك تركت لك، ما عنده ما يبدل لك يا 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 الجهل. شكرا هشام. شكرا هشام. هادي خويا محمد، مرحبا وسهلا هشام. والجهال وذاك الكلام كلام الزنقة، ما عندهم ما يبدل لك يا أخي. في موضوع الصحراء الغربية، الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، بلا جميلك وبلا جميل سيدك محمد السادس، وبلا جميل لا ديستي، وبلا جميل لا جيت، وبلا جميل المخابرات المغربية، ولا بلا جميل وزارة الداخلية، وبلا جميل. ولكن انتم كنتم متأكدين على أنها مغربية، علاه ما تجاوبوا على السؤال؟ ما أنا نعرف على أنه أي سؤال على شي تقولوا له أنتم عن قضيتكم الوطنية، أعطونا الجواب. واش هذاك الكلام الساقط هو الجواب؟ أخواني هذاك الكلام الساقط هو الجواب، معنى على أنك لست صاحب الأرض. ما أنك صاحب الأرض خويا هشام. شكرا لك. تفضل خويا هشام، رأي ما نسمعينك، ما نسمعين اخويا هشام. ورقة مينوسو شفتها؟ نعت لهم الصحراء الغربية. نعم بعثتات الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية. ما المغربية خاصة المغربية تكون. خاصة تكون المغربية، منين تعود المغربية هيك ساعة على العياش هون تم سب. والله والله جزاك الله خير هشام، جزاك الله خير. مرحبا وسهلا والله، تحياتي لك والله. شكرا شكرا والله. والجهال والجهال راه ما راه السب، انا ما عندي مشكل تسبني الا بغض. انا والله اللي كان انا عندي واحد تلقيح، انا راني فاكسيني خويا على السب. خوانا انا ما كنت عايش في شي كوكب اخر، خو راني عايش في المغرب، رعش في المغرب خام، حافظ المغرب كامل.
عندك تشكى عنك ولا جيت سبيت ولا كذا، راك صافي راك وقفت اللايف، ما عندك ما توقف اللايف. لكن انا اتحداك جيب لي جواب حقيقي على مغربية الصحراء قبل 75، هذا هو اللي نطلب منك. اما الى عاد لا السب ولا الكلام اصلهم ولا حقهم الحمى، هم لا حقهم يريفي يريفي. محارب قديم محارب قديم تفضل. تتسول على القضية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لأن راه قلنا انت هو اللي كنت فوق. لا انا ما كنت فوق، انا ماشي من طبيعي باش نطلع من الفوق. لا لا انت اللي خليني نتكلم اخويا، انا غير اسمح لي خليني نتكلم لان نزلك. خليني نتكلم، اسمح لي خليني نتكلم، خليني نتكلم، انا ما خليني نتكلم قلت لك، ماشي من السمات. خليني نتكلم قلت لك، تكلم انت اللي كنت الفوق، علاه تسب؟ نقسم لك بالله ما طلعت الفوق وما عم اخويا راك انت راك داخل، راك داخل بطريقه. شوف طلعتك مرتين خويا، اسمع اسمع، شوف لي التليفون واقسم لك يمين. عرفنا براسك، عرفنا براسك. انا المحارب العسكري بمنطقه امقالا مغربي. سالتي الصحراء عبد الله وافي خويا، غير بالشهر عليك، غير بالشهر عليك. لا اخي انا يا ماشي انا خويا، شوف اسمع، شوف خويا تكلم، شوف شوف تكلم، تكلم انا بشويه غير محيد داير لي زيكوتور في ودني بجوج راني مصمك. اسمح لي، تفضل. ماشي مشكل، السؤال ديالك شنو هو؟ بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ من قبل 75 ملف ديال الأمم المتحدة اللي دفعوا الحسن الثاني سنة 1962، دفعوا من أجل الاستعمار الإسباني، وتشكل من أجل الاستعمار الإسباني الحسن الثاني. الله الله يولي بك يا شوف انتوما، شوف الحسن الثاني راك على عين. خليني نتكلم، خليني نتكلم بكل شيء السير، خليني نتكلم اخويا، تكلم 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 انت ونتكلم انا باش الناس تستاهل. يلا تكلم، ماشي مشكل. ملف الصحراء الغربيه ما حطوا لا محمد الخامس لا الحسن الثالث، حطوا ملف الحسن. خلينا خويا نتكلم سير، يلا كمل خويا. اللي حط الملف اسبانيا المحتله، واحيل الملف. شنو باش المهم محتل اش من احتل؟ واش انت في نظرك، شوف انت درك في نظرك، في نظرك على انه ارضك ارض محتله، تمشي تحط ملف عند المتحده ولا تمشي تحارب عليها؟ تمشي تحارب عليها الامم المتحده. شوف شوف اسمح لي عبد الله، باش تفهمني الله يرضي عليك. اسمح لي سنه 1962 تدفع الملف من اجل اسبانيا فقط، اما البوليساريو تشكلت سنه في شعر 1973. نزلك ونطلعك. طلب القيست مرة أخرى. نعم طلب القيست مرة ثانية حق الصوت يتردد. هو لا ذاك هو أنكم عارفين. طلب القيست مرة أخرى باش نطلعك. شكرا أننا ما كنا نسمعك فم الصدى. طلب القيست مرة أخرى. هل أنت لا أضف؟ مرحبا بالسهل. تفاضل أخي عبد الله. تفاضل عبد الله. أنا غادي غير تطلق الآن نسمع. تفضل تفضل تفضل. كتسمعني؟ لا نسمعك، لا نسمعك، لا نسمعك. مبارك مبارك. مازال عندك خويا الصدى، مازال عندك الصدى، مازال عندك الصدى خويا، مازال عندك الصدى. عندك بكا الان تسمعوني جيدا؟ لا نسمعك، انا نسمعك ولكن مازال عندك الصدى، مازال عندك الصدى خويا. مرحبا. ضروري لانني انا كنت في مقهى ولا راني خرج دابا خويا. لا ما نسمعك خويا، نسمعك خويا. صدى خويا، صدى عندك، عندك الصدى ياك، عندكم الصدى ياك، حاس سامعين الصدى، حتى لو سامع الصدى.
كان معلق أرى بعد كان يقسم بالله سبحان الله. كان يقسم بالله قال عنه ما هو مرميته. تفضل مرميته تفضل. مرد السحرة مرحبا وسهلا. امين ناظري. امين ناظري تفضل. امين ناظري تفضل. المغرب الاسلامي ام شريفه مرحبا وسهلا. المغرب الاسلامي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الكريم. تحياتي مرحبا وسهلا. تفضل عرفنا بنفسك جزاك الله خيرا. الأخ محمد من مدينة الرباط. مرحبا ولا تفضل أخي محمد. تحياتي أخي. مرحبا تفضل. ملف الصحراء أخي لم تضعه إسبانيا في الأمم المتحدة. سؤالي هو بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ الصحراء المغربية لماذا هي قبل 75؟ لماذا هي مغربية؟ لم تكن هناك أصلا دولة قبل أن تكون مغربية. خويا أنا ما تكلمت لك على الدولة. خويا الدولة ما تكلمت لك عنها. كل دول المغرب العربي لم تكن عندهم الدولة إلا بعد 1948. أنا أسألك بماذا هي مغربية من زمان؟ تفضل. هي مغربية من زمان وخير دليل وبيعة ماء العين اللي في السمارة وبعض شيوخ القبائل للمغرب. خويا البيعة لا يعتد بها في القانون الدولي. البيعة مشى بها الحسن الثاني لمحكمة لاهاي ما قبلت منه، لأن الأمم المتحدة تبحث عن السيادة لا تبحث عن البيعة، تبحث عن السيادة. تفضل خويا. يعني نمشيو مع طرحك أنت، ماذا كانت الصحراء انذاك؟ اية دولة كانت؟ ماذا كانت خويا؟ انا ما عندي ما نعدل بالسؤال، انا بغيت الجواب اخويا. خليني نتقدم معك في النقاش خويا. لما اعلنتم الاستقلال شو من سنة اعلنتم الاستقلال؟ ان الاستقلال سنة 1955 56 55 و 56 لا 56 وليست 55 نعم 56. هل اعلن محمد الخامس الاستقلال الكامل للمغرب ام اعلن الاستقلال الجزئي؟ أعلن الاستقلال الجزئي وطالب الملك محمد الخامس في محمد الغزلان باسترجاع الصحراء المغربية. خويا أنا سولتك واش أنتم أعلنتوا الاستقلال الجزئي أم الكلي؟ إذا أعلنتوا الاستقلال الكلي في 56، متى أعلنتم خويا الاستقلال الكلي؟ ليس الاستقلال الكلي بل هناك كانت الصحراء. خويا ما اعلنتوا الاستقلال الجزئي في 56 رغم انه هذا كذب. انتم ما قال لكم عيد الاستقلال، عندكم عيد الاستقلال وليس عيد الاستقلال الجزئي، عندكم عيد الاستقلال، عندكم عيد استقلال واحد خويا هو اللي معلن. اذا كان عندكم عيد استقلال جزئي خويا اعطينا عيد الاستقلال الكلي. يا أخي لما يخرج المحتل من العاصمة الإدارية لأي دولة خويا شوف خويا شوف لا تم تكذب على راسك ولا تكذب علينا. لما أعلن محمد الخامس الاستقلال ما ذكر الصحراء الغربية أبدا، ولا قال يلا نمشوا نحاربوا عليها. خطاب محمد الغزلان لم يعلن على أنه يريد استرجاع الصحراء. ما علاقة محمد الغزلان بالصحراء الغربية؟ زيارة لأنها قبائل من الصحراء. لا، هل محمد الغزلان داخلة في لا امتداد لقبائل الصحراء؟ هل محمد الغزلان داخلة في الصراع؟ هل فيها المينورسو اليوم؟ لم يكن ليست داخلة في نزاع الصحراء. وش علاقتها خويا محمد الغزلان؟ لا منطقة مغربية زارها محمد الخامس يا أخي. أنا نقول لك منطقة الصحراء الغربية. خليني نصح لك يا أخي. شوف هذه الصحراء الغربية يا أخي كانت مستعمرتها إسبانيا مدة 92 سنة.
أعطيني يا أخي أي معركة خاضها المغرب في تلك المنطقة مدة 92 سنة. 92 سنة ألم يأخذ محمد أمغار وقبائل الصحراء المعارك ضد الإسبان؟ معركة جيرة؟ خويا قلت لك ما هي المعارك المغربية ضد الإسبان، المعارك المغربية ليست المعارك الصحراوية. نمشي مع أنا شوف خويا شوف أنا مشيت خلي لا ما تمشيش معايا طرحي أنا خويا أنا إسبانيا خليني خويا نكمل لك خليني نكمل لك خليني نكمل لك خويا السؤال لماذا خليني نكمل لك سؤال أين الشعب الذي قاوم إسبانيا؟ خلينا أخويا أنا ما عندي من عدل بالسؤال راني قلتها لك للمرة المليون ما تفكرش تطرح لي السؤال أين أخويا أنا أعطيني المعارك اللي خطموها أنتم كمغاربة باش تدافعوا على هذه الأرض وهي أرضكم كما تدعون فيها إسبانيا. كنا نخوض المعارك في الريف خويا في الصحراء الغربية خويا في الصحراء الغربية أنا ما تكلمت لك على الريف خويا. كيفاش غتنقز انت من الريف للصحراء ديريكت او ياتي يعني خويا انا ما خويا ما موضوعي ليس الريف خويا انا ما نتكلم عن الريف لا خويا. لا انا خويا نتكلم عن الصحراء الغربيه خويا نتكلم عن خويا انا ما نتكلم عن اي تحرير بلد خويا انا هل مثلا خويا اسمعني تحرر الرباط ثم الدار البيضاء ثم الجديده خويا أم محمد انك اما انك ستذهب باتجاه الجديده مباشره خويا محمد أعطيني المعارك المغربية في الصحراء الغربية لمدة 92 سنة. خاض معارك جيش التحرير المغربي في الصحراء المغربية وكان يدعى خويا محمد خويا محمد راك غير سامعين وخلاص خويا راك غير سامعين خويا الصحراء خويا شوف اسمعني واسمعني خويا غير اسمعني خويا نتكلم معك خويا نتكلم معك لا بغيت خويا نتكلم معك ما بغيت خويا نخليك تقول لي بغيت وتنزل والسلام عليكم. نعم قول لي يا خويا لماذا قسم الحسن الثاني واقتسم الحسن الثاني الصحراء الغربيه مع موريتانيا 75؟ لان الاحتلال انذاك اشترط على المغرب بعض البنود من اجل أعني أن يخرج الاحتلال من الصحراء المغربية. لماذا قبل الحسن الثاني قسمة هذه الأرض اللي قلت لنا مغربية مع دولة أخرى؟ إن كان اقتسم الحسن الثاني مع موريتانيا لماذا موريتانيا اليوم لا تطالب بالصحراء المغربية؟ لماذا اقتسم الحسن الثاني هذه الأرض التي قلت على أنها مغربية مع دولة أخرى؟ أريد أن أعطيك سؤالاً. أما حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لا تناقش الأكاديميين المغاربة وتناقش الناس الذين يعرفون في النزاع؟ شكراً خويا. ناقش أكاديمي ناقش. شكراً خويا. ما نار سليبي والله ما نار الخريطي. إش لا يقول لي لا يقول لي شي ما قلت أنت. إش لا يقول لي ما نار الخريطي. ما نار الخريطي منين الله يجيب الجواب منين يجيبوا يصنعوا. لا يوجد الجواب يا أخي لا عندك أنت ولا عند منار الخريطي ولا عند الباحثين ولا عند الأكاديميين ولا عند الدكاترة ولا عند المخابرات ولا عند محمد السادس ولا عند الحسن الثاني لا يوجد جواب جواب ما هو كاين أصلا حتى ولو جبتوا لنا لا عساس عساس السيارات جيبوا لنا عساس السيارات ما عنده الجواب جيب لنا الدكتور أخويا ما عنده الجواب علاه ما عنده الجواب لأن ما يمكن تكون أرضك وتقسمها مع دولة أخرى ما يمكن لك أنت تعود أرضك محتلة وتعلن الاستقلال في 56 وأنت مازال عندك أرض فيها احتلال إسباني على الأقل تعدى الخطاب تقول أنا عندي أرض مازالت محتلة أنا الآن أعلن فقط استقلالا جزئيا على الأقل منين أسست الجيش أخويا في 56 تحمل السلاح وتمشي تدافع على هذه الأرض إذا كانت أرضك ماشي تبقى راكدي لها 75 تركها في الكاميون وتقول لي راني حررتها حررتها باش حررتها باش حررتها بالكميون لماذا لا تأتينا بالباحثين أخو احنا ما قلنا يجونا فقط الجهلاء احنا قلنا يجينا الشعب المغربي كامل مرحبا به وسهلا هو منين هو أخو احنا يجينا اللي يسب اللي يطلع للسطح اللي شني جانا لو كان عندكم الجواب جيت سلتوا لنا الباحث والسلام عليكم وانتهى الموضوع ولكن انتم ماشي يطلع للسطح شي سب شي ما نعرف كاع شي عدل حول ولا قال لك اجيبوا لنا الباحثين
كبسوا كبسوا من فضلكم كبسوا. ربي يهديكم، حنا نبحثوا على الجواب، تكون الباحثين اعطينا اخويا الجواب. باحثين راه ماشي الا شايفين اللايف، الا بغاو يطلعوا راه ما يطلع. تفضل اخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. تفضل اخي الكريم، عرفنا بنفسك. خالد من المغرب. نعم نعم. خالد من المغرب. ها رانا ما نسمع يا خويا، انت في القهوه ولا شنو؟ راعي الباحثين، شفت الباحثين ما شاء الله كلها قابض كاس من القهوه كحلاء وفم وقابض اللايف. وان كذا والصحراء مغربيه والله لان ارث الله الارض ومن عليها والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وقابض تليفون في القهوه ويخبط ماركيز والله ما شي يخبط قعف يعطي القلب. قال لك الباحثين، الباحثين هلا انتم ما عندكم الباحثين؟ باحثين راهم في الحبس مساكن في المغرب. فراس وعليكم السلام. فراس وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. لاباس الحمد لله ما شاء الله. مرحبا وسهلا فراس. من الجزائر. سمعت المعارك وسمعت الاخر، انا نقول له اخذت المعارك بالحرشه والتاي ولادو تحاب وانيك باك صافي صافي هذا الشيء مساكن والله طعي. والله مساكن مساكن والله طلع مساكن والله مساكن. اسلوب هزيل، الانسان يجي يسب ويقول كلام ساقط ويطاول على الامهات. تفضل خويا فراس. تربيه الملوك، تربيه الملوك. تفضل خويا فراس. انا نقول له المعارك اللي اختها بالحرشه والتهي والبندير والزرنا هذوما المعارك اللي اختهم في الصحراء فقط. ما عندك حتى معركه خلاف انك تبجلها وتحطها في التاريخ وتقول انا اخذت معارك، لم تاخذ اي معركه، والصحراء ستبقى الصحراء غربيه. ولماذا ما يجوا الباحثين؟ علاه ما يجوا الباحثين؟ علاه ما يجي باحث؟ والله يا محمد لن يعطوك دليل لو قعدت معهم قرن من الزمن، لانهم يعرفون لا يملكون الدليل وليس لهم دليل. وليس لهم دليل. شكرا اخويا فراس، برافو عليك، برافو عليك، برافو. سواد يماكم مسكين مسكين هذا مسكين. شكرا لك فراس، شكرا. هذو هما ساكن قوم الجهاله، قوم الجهاله. حوله، برافو عليكم، برافو. هذا هو الاسلوب اللي تعرف. احنا ما عاد ما يدفعنا شيء لان نقولوا كلام ساقط ولا نردوا على حد. تفضل اخ مغربي اثنين. مغربي تفضل، مغربي تفضل. كل ما جات هاي الممارسات، كل ما عرفنا عن اللايف ناجح، كل ما عرفنا عن البرنامج ناجح، كل ما جات هاي الممارسات، كل ما يعني أثرت فيكم لهي الدرجة، كل ما عرفنا بأنه فعلا أنه هذا اللايف عنده جذوة، لأنه فعلا يمشي للعمق، يبين فعلا حقيقة أكذوبة كبيرة كذبتوا بها على الشعب المغربي 48 سنة وانتم تقول لهم الصحراء مغربية والكذا والغادي سعداتو وكذا. وفي التالي جاب لكم الله لايف بسيط، فيه سؤال بسيط فضحكم كاملين، فضح زريبتكم كامل، حتى أن اللي جالس في القهوة في المغرب خاصه يتفرج فيه، اللي ماشي في السيارة في المغرب خاصه يتفرج. هشام مرحبا وسهلا، شكرا هشام. أنا فقط لا نطلعك إلى اسمه ورانك تبعث لي إلى مزال حد في الصحراء. أنت ما تحشم، والله ما تحشمت، ولكن العياش ما يحشم أصلا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وسهلا بظانم خيرت، مرحبا وسهلا خير.
ما ان شاء الله بخير الحمد لله، ما طريب بس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شو ما سين سمعوا الناس؟ والله الا بخير الحمد لله ما شاء الله. هو الصحراء مزات مغربيه اصل حاجه دائما مغربيه هي حق شحال يودي من خطرشتك في التلفازه كنت تقول ها في التلفازه لا في التلفازه حق مساكين نبغي نطرح سؤالان على هذا هاو الجهل اللي هون اللي مازالوا يركعوا للناس البني ادمين وبقى فيه من ذاك قاعد لاقولان هم امير المؤمنين هو صح هو امير المؤمنين حد في عهدنا قد سقم وقد الواقع من الخلق والديني قد حد مثلا يسب فيه امارة المؤمنين لا سيما هذا الفاسق اللي عندكم انتم هذا الفاسق اللي انتم تقولوا له امير المؤمنين لين أطرح عليهم سؤال هون سؤال موجه إلى جميع المغاربة من فضلكم ونرجو عند كل إجابة خالقة إجابة خالقة والله الاعتذار ثم لا بدكم من اعتذار مهم عذر عود خالق هل سبق لأحد من أمراء المؤمنين أن قبلت يده وقدمت له طاعة بالركوع والسجود لا والله وفرضا أن ذلك حصل بالفعل هل سمعتم يوما أو رأيتم أمير المؤمنين يلبس سراويل الجنز الضيقة ويشرب الخمر لا والله اللهم إن هذا منكر وأنكرناه وهل مر على مسامعكم أو سمعتم في يوم من الأيام أن أمير المؤمنين يلتقط الصور مع النساء شبه العاريات الأجنبيات ويتجول في بلاد الكفر بغية التنزه لا والله إلا لم تكونوا قد رأيتم ذلك وسمعتم في يوم من الأيام فلتكون وجهتكم الغادمة إلى المغارب بلد عجب العجاب وطن للتجارة وملك للإعارة وشعب للدعارة أدرك هو وطن زيت ما شاء الله لا ترى برد مهم برافو عليك والله وني بيك والله جزاك الله خيرا والله بيك الله يحفظك إن شاء الله وني بيك والله تحياتي لك بيك وهلا والله خير الله مرحبا سهل مرحبا يقول أخ صحراوي في الغربة عبود إذن طلعوا لنا تقريبا اليوم اثنين ولا ثلاثة السطح ولكن والله فقط عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل أخي الكريم حقيقة أنا أتابعك منذ زمن طويل جدا ولم أضلع يوما على بثك ولكن عرفنا من نفسك جزاك الله خير إذا سمحت اسمي عبد الرحمن وأنا موريتاني الجنسية مرحبا وسهلا بساحل العاج مرحبا وسهلا والله تفضل أخي الكريم والله حقيقة أنت تمثل الرجل الصحراوي الحقيقي يعني نحن كشعوب صحراوية أنت تمثلنا وبالذات أنا أنت تمثلني شخصيا لأنك شخص واقعي وشخص صادق مع التاريخ وإن كان في التاريخ ليس بصالحك وليس بصالحنا كصحراويين أنت تقول التاريخ كما هو وهناك من دخل عليك يريد أن يزور لكن معلوماتك دقيقة وأنت تعطي التاريخ كما هو فأنت صادق في التاريخ وهذا ما يعجبني جزاك الله خيرا الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أن الذي بنى المغرب الحديث هم المرابطون وليس المغرب كما قلت أنت أيضا والمرابطون من أسسهم الصحراويون إذن من يعني بالمنطق من هو الذي أحق هل المغاربة هم الذي أحق الآن بالأرض أم الصحراويون هم الذي لديهم الحق أكيد على أن الصحراويون والبيضان بشكل عام هم الذين لهم الحقية الآن في المغرب من أين جاء الآن نحن نشاهد الآن المغرب بدأت تهود وهي الموطن الثاني بعد فلسطين لليهود ونشاهد الآن الحي المغربي الذي تنازع به اليهود وأخذ والآن سيرحب منه حي مغربي بأكمله من المسلمين لصالح أنت تعرف هذا يعني أكيد ويقول هذا ولماذا لا يوجد اليهود في الصحراء الغربية وفي موريتانيا لا يستطيعون لأنهم يعرفون أن هؤلاء أهل الأرض وحق وهؤلاء من جاء بهم اليهود أصلا وكانوا يسكنون وعندما فتح وطن جديد لليهود في إسرائيل هاجروا إليه والذي يقع أنت صادق وأنا يعني معجب بك جدا جزاك الله خير أن يكون لي متابع أن تتابعني وأنا تواصل والله أكيد والله أكيد شرفنا ذلك والله وكل من معك بهذا البث أن يتابعني حتى دائما أن أجدكم وأتواصل معكم أنا دخلت في عالم حديثا
ولكن وجدت أن العالم التيك توك الآن فيه حرية أكثر من المواقع التي يسيطر عليها الغرب. حقيقة في التيك توك نجد هناك متابعات، نجد هناك حرية أكثر والله، وانتشار كذلك. أنت على الطريق الصحيح، قضية خير. وهي قضية شعب كامل وقضية البيضان بشكل عام، لأنه بالتأكيد على أنه الاحتلال المغربي منين ربما لا قدر الله ينجح في احتلال أرض الصحراء الغربية سيمر مباشرة إلى موريتانيا، هذا الذي يفعل الآن من خلال الطابور الخامس. المغاربة لم يعترفوا بموريتانيا في الجامعة العربية وأخرت إلى 1967. ونعرف أن العدو اللدود في المغرب هو المغربي لموريتانيا، ونجد ما وقع في الأحداث التي وقعت بين موريتانيا والسنغال. قال وانت تحدثت عنها مرة ماضية مع أحد الإخوة الموريتاني، لأنه كبير حق يشاهد للتاريخ، وأنت أعطيته المعلومات الدقيقة. لولا تدخل الجزائر والعراق لكانت موريتانيا الآن محتلة من 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 فرنسا السوداء، وأقول فرنسا السوداء لأن لا هي امتداد لفرنسا. فالمغرب التي دعمت السنغال لأنها تحتسب أن موريتانيا العدو اللدود وأنها شوكة الحلق التي هي تؤخر نصرها لاستجلاب كل صحراء. والله والله مؤكد مؤكد والله. جزاك الله خيرا. أنا راني زرت موريتانيا مرات عديدة، وزرت الراحل الشيخ ولد عدود رحمة الله عليه في محضرة أم القرى، والله هو يعرف جيدا موريتانيا. جزاك الله خير. وأنا أيضا درست في هذه المحضرة وتخرجت منها 2004 ما شاء الله. واحدة من قريباته هي الراحلة أنها من سيدي رحمة الله عليها. صحيح. إيه جزاك الله خير. لكن أنا كنت أريد ذيك متعمي حق ذيك متعمي حق أضيف معلومة. وهذه المرأة صادقة وأعطت نكهة للبرلمان الموريتاني، وعندما كان البرلمان الموريتاني يتتكلم يعني كنت تنتظر بفارق الصبر ماذا ستقولنا. رحمة الله عليه والله. معلومة أضيف لك معلومة فقط. أنا أقول الخطأ التاريخي وأنتم تحدثتم عنه وأنتم أعلم، لعل المشاهد وأنت تصحح لي هذه المعلومة لأنني لأنك أستاذي في هذا المجال. لا حقيقة حقيقة الخطأ التاريخ الذي وقع فيه الصحراويون ووقع فيه الموريتانيون هو توقيعهم وتسليم موريتانيا على طبق الصحراء على طبق من ذهب للمغاربة والخروج من حيث أن لم تتسلم، لم تكن الجبهة البوليساريو جاهزة لتأخذ ما كان موريتانيا، ولم تكن موريتانيا أيضا مصلبة، وهم وقعوا في هذا الخطأ الاثنين حقيقة. ولولا كانت القضية محسومة أصلا. أكيد أكيد. لكن ربما الذي لا تعلمه في هذا الوقت على أن موريتانيا لما أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من وادي الذهب كان قبل 7 أشهر، يعني أبلغت الأمم المتحدة أنها في ظرف 7 أشهر ستبدأ الانسحاب، والمخابرات الفرنسية أبلغت نظام المقبور الحسن الثاني أن ذاك بهذه المعلومة، فاستغل الفرصة واستطاع على الأرض مع الأسف. يعني هذا هو الذي حدث آنذاك. صحيح. شكرا جزيلا لك حقيقة. الله العفو والله يا أخي الكريم. الله عليكم السلام. جزاك الله خير عبد الرحمن. مرحبا وسهلا والله. إذن كلام العقلاء منزه عالي العبث، شتان بين من تستفيد من خطابه وشتان بين من يسب الأعراض ويقول كلام الساقط ظنا منه أنه يدافع عن وطنه. والله إنك فقط تشوه المغرب، والله فقط تشوه أمك التي لم تحسن تربيتك، والله تشوه فقط أباك الذي لم يحسن تربيتك، والله إنك فقط تكشف الواقع الحقيقي الذي تربيت فيه. يا ذاك اللي يطلع هون ويقيسب ظنًا منه أنه قد قدم خدمة، أنت ما قدمت خدمة أبدًا، أنت العكس، أنت أسأت إلى بلدك وأسأت إلى التربية التي نشأت فيها وأسأت إلى الأسرة التي نشأت فيها وأسأت إلى أصلك وشرفك إذا كان عندك شرف، لأنه صاحب الشرف ما يجي هون يهين الناس. شوف الناس كيف تطلع وتحتارم وتستفد منها من كلامها، وأنتم هون تطلع لي أنا للسطح وتبقى هون تستعرض لي عضلاتك وتبقى متخزن. فم يعني أنا تخيلك أنت متخزن في السطح، يعني تخيلك وأنت ذليل خايف لا نكتشف على أنك موجود هنا. كافيك هذاك الشعور، يكفيك على أنك لص دخلت دار ومتخزن تنتظر أهلها باش يرقدوا في الليل باش تسطو على ما ليس لك. بالله عليك شو منه شعور عندك أنت لما تطلع في هذا في هذا الموقف؟ أنا بعد لو كنت منك مكانك نحشم، ولكن منين تحشم عليها قطع الطرق يحشمون.
اهلا وسهلا اخ ابراهيم، مرحبا وسهلا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول شيء تحياتي للاستاذ محمد راضي، وتحياتي للشعب العربي الصحراوي، وتحياتي للجبهه الشعبيه لتحرير الساقه الحمراء ووادي الدهب، وتحياتي للجيش العربي الصحراوي، وتحياتي لكل مناضل شريف بيساند اخواته الصحراويين من اجل نيل المطالب الشرعيه وتنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه من اجل تقرير مصير هذا الشعب اللي ارتكبت ضده اكبر جريمه سياسيه حصلت في التاريخ. فتحياتي للشعب الصحراوي من منصه محترمه للزياره البائده اللي قام بيها ملك دوله الاحتلال الملك محمد السادس للامارات. لا تسمن من جوع ولا تغني من خوف، قضي الأمر، انتهت القصة بسقوط هذه الأسرة الخبيثة التي تآمرت وتعاملت على مدى التاريخ على مصالح شعوب المنطقة. فتحياتي مرة أخرى للجبهة الشعبية، وتحياتي للشعب الصحراوي، وتحياتي للجيش العربي الصحراوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا أخ إبراهيم. الله أخ إبراهيم المصري أيضا، يعني واحد من ما شاء الله عليه، واحد من جهابدة النضال الفيسبوكي أو التيك توكي لصحة التعبير. حسان وخيرت والله، حسان مريد وخيرت والله. مريم تفضل الأخت مريم. خويا رشة عير المغاربة والمغاربة حسين منكم بألف درجة. حنا سنبغو الجزائر، ماشي ما سنبغوها. واختي كاع حنا ما عرفنا كاع انت شكون، جنية إنسية، من منين جاي، من المريخ جاي، من الكوكب الفضائي. اختي رانا كتعبروا على أسوأ تربية اختي. حنا اختي ما عايرنا المغاربة، حنا المغاربة هم اللي عايروا أنفسهم اختي. الله يبين، والله انتم تعايروا انفسكم بانفسكم اختي. احنا لا نبينوا حقيقتكم، احنا نطلعوكم كيف الهماش، كيف البهايم داخلين بصباطكم، لا سلام لا كلام لا كذا. ومالكم واش واشتي والله اذا نشدك دابا والله حتى نتفك حديه. دابا واش اسلوب اختي؟ راه احنا مالنا في العصر الجاهليه اختي، الجاهليه فتناها شات. احنا اختي راه في 2023 ناس محترمين اكاديميين تقدي تستفدي منهم. اركبي الفرس ولا اركبي حمار ولا اركبي كروسه، سبحان الله الانسان كاع ما عنده حتى ابسط الادبيات في الحوار. السلام عليكم، انا فلانة بنت فلان، بغيت نشارك معاكم، عندي واحد الملاحظه. نعدل لكم التربيه اختي، لما عدل لكم التربيه والديكم نعدلوها لكم احنا مجانا غراتوي، ما تخلصونا ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام، انا فلانة بنت فلان من المغرب، بغيت نعبر، احنا مقموعين في هذا المغرب، بغيت نعبر معاكم. تفضلي يا لالا، مرحبا بك وسهلا يا لالا، تفضلي وتعبري اختي وتمشي، معززه مكرمه. هادشي كاع ما تعرفيه انت في المغرب. ساعات تدخلي الكوميساريه يقول لك اجي هنا الكلبه حاشاكم، جلس هنا الحمار حزكم الله. هادشي اللي تعرفوا اختي في المغرب. احنا واش نعتونا احنا المغرب؟ جيت تفلعصوا علينا هون كانكم انتم عايشين في الجنه من الديمقراطيه. احنا بعد رانا احنا دروس فابور مجانا غراتوي، ما تخلصينا كاع اختي في سبيل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام عبد الحليم. مرحبا السلام عبد الحليم. مرحبا السلام. مرحبا السلام. كل المتتبعين تاعك والمحبين تاعك واللي يعني دعموا القضيه تاع الصحراء الغربيه اللي احنا كنقول لك نفديها بدمائنا وارضنا. الله يبارك. نبتدئ بكلام الله سبحانه عز وجل يقول عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. علمنا أخي محمد أنه كل القضايا العادلة خاصة المظالم اللي الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. فاحنا الان لما نشوفوا دوله تعتدي على دوله وخاصه باسم الاسلام وباسم الجوره، احنا كنا ننتظر انه المروك يعني يساندوا الصحراء الغربيه باش ينالوا الاستقلال، ولكن للاسف انه كان حصل العكس.
والان نشوفوا حتى الشعب اللي راه هو مضغوط عليه وهو اصلا ما استفاد من والو ولا من الصحراء ولا من بلاده ولا من النظام تاعو، يجي يسب الصحراوي اللي راهو يدافع على الاخر. واش يكون هو محله من الاعراب يوم القيامه لما الله سبحانه عز وجل يبدا يحاسب في العباد؟ واش يكون هذا الانسان اللي يجي يطلع يسب خونا محمد وسال الله سبحانه يقول له لما طلعت عنده في القصد وسبيته ونعدته باثناء واش راح يقول له؟ لا خاب الحليم اسمحني، شوف واحد قال لك هون كان عايش معزز مكرم في المغرب، راه اللي عايش معزز مكرم في المغرب هو محمد السادس العصابه. الشك اي حد عايش في المغرب راه عايش في الجحيم. قال لك عزز مكرم، تفضل خويا عبد الحليم. هو ممكن منعم يعني باموال تاعهم، ولكن اما معزز ومكرم ما نظنش ما عنده لا عزه ولا كرامه. هذه نعلموها بانه هذاك الانسان يعني تحطوه فقط كجرثومه، فهمت؟ هو اللي يشوش ما في المنطقه كلها. ولكن قلت لك يعني الايه تبين كل الخبث نتاعهم، فاما الزبد فيذهب جفاء. والله والله احنا فقط اخي محمد احنا نقدر نمشوا في هذا المنوال باذن الله، والنصر للصحراويين اقسم بالله رفع السماوات غير ترجع للصحراء للصحراويين، حبه وكارهه من كارهه، يحيوا يزوروا يعراوا كما يقول لك يتنفقوا، ولكن الصحراء ترجع لاهلها باذن الله. اكيد اكيد والله، جزاك الله خير، ربي يحفظك حتى انت والله. باذن الله امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. حياك الله خير. حياك الله حتى انت والله، جزاك الله خير، وانت كذلك والله. الله يطول، شكرا جزيلا والله، مرحبا وسهلا والله، تحياتي لك والله، مرحبا وسهلا. عزيز المهاجر، عزيز المهاجر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مغربي، أنا ضد هالشركة اللي كنت كما عرفنا بنفسك. فوالا ما نخفي لك هضره، الاول احنا عرفنا بنفسك عزيز. راه قبيل عدلت حزب، قريت حزب على انه انسان من يمشي لاي مكان. انا شخصيا واخا معروف نطلع في لايف نقول انا فلان بن فلان، بسيط. اوكي اوكي تفضل خويا، عرفنا بنفسك. اوكي اوكي اوكي، انا عزيز من المغرب. مرحبا تفضل خويا. بارك الله فيك. انا ضد هذه القضيه خويا. ما تشوف خويا، انا ما سولناك لا ضد لا مع. شوف شوف خليني نتكلم معك، خليني نتكلم معك. شوف احنا خويا هون كل واحد اعطاه الله راس، مرق لهاي الدنيا عنده راسه فوق كتافه وعنده لسانه بين حنوكه يقول به اللي يبغى. خويا انا هون اناقش موضوعا عاما، هو اللي عنده جواب حول مغربية الصحراء قبل 75 يعطينا الجواب. خويا تفضل. اوكي اوكي، حتى انا ما قلت لك زعما ضدك، زعما ضدك خويا. جاوبني على الحجج والادله التاريخيه على مغربيه الصحراء بلا ما تضيع لنا خويا التفاهات في الخوى الخاوي. يا اخي لا بي خويا، شوف انا راني تربيت على يد ام واب محترمين في الوقت اللي خاصني نتربى فيه. متربي خويا، انا ما محتاج منك انت درس. الله يخليهم. كيف ما كذلك انت ما محتاج مني انا درس. الله يخليهم. هو خويا طلعت، شوف طلعت استغل الدقائق اللي عطيناك في الجواب على السؤال. بارك الله فيك، الله يخليهم لك بعد امين. الوالد الله يرحمه، الوالده مازالت في الحياه. تفضل اخويا. الله يرحمه والله الوالده، الله يخليها لك ويبارك لك. اللهم امين، تفضل. انا بالنسبه لهذه القضيه ديال الصحراء اللي قبل 75، لا نهضروا في الصحراء الغربيه اللي هي الصحراء اللي كان الناس اللي كانوا كيقوموا كي كي باشغال هذيك المناطق، كانت هما عندهم ويل، عندهم عندهم يعني علاقه بال 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 بالحكم ديال المغرب. خويا شوف، خويا شوف، خويا اسمع لي يا خز عز الله يطول عمرك. خويا الحكام في المغرب، الحكام في المغرب اصلهم منين جايين؟ اصلهم منين جايين يا اخي؟ الا بغينا نهضروا الا بغينا نهضروا في هادشي ديال الاسرى، الجزائر ما كانش نهائيا. واخويا جاوبني، انا وسولتك على الجزائر. خويا انا مسولتك على الجزائر، انت قلت سوف قلت بلسانك. خويا غير اسمع، غير اسمع خويا، راه ما فيها باس الانسان اذا كان غالط يصحح افكاره. خويا حنا راه حنا ما نطالبينك باش تصحح افكارك، حنا فقط باش نناقشوا معاك وتفهم. اخويا قلت على انه الصحراويين كانوا تابعين للملوك والسلاطين. خويا الملوك والسلاطين من منين جايين؟ اخويا اللي كانوا في المغرب منين جايين؟
منين جاي؟ من المغاربه، هذوك راه مغاربه يا اخي. خويا انا سمعت محمد السادس قال انا جدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه الا بغيت، الا بغيت تعرف انت القصه ديال محمد السادس. خويا انا شوف محمد السادس قال على انه جاي من شبه الجزيره العربيه. يا اخي هذاك جدهم جا من جا جدهم اخويا جدهم، وانت انتظرك انت كانسان تتبع لجدك، والله انت فين ساكن راك؟ قلت لي مهاجر فين؟ في ايطاليا ولا في اسبانيا؟ انا في فرنسا. فرنسا خويا، ولادك اللي ولدوا هون واش هما مغاربه ولا فرنسيين؟ انا ولادي مغربيين وفرنسيين، عندهم جنسيه من مغاربه. لا خليني من الجنسيه، الجنسيه راه دفعت لها باش تقبضها. لا واش هما مغاربه ولا جزائريين ولا توانسه ولا مغاربه؟ لا فرنسيين. واش هما مغاربه؟ واش هما مغاربه اصلهم مغربي ولا فرنسيين؟ لا ما اصلهم مغربي، حسنا مغربي. هو هو مغربي وخويا، راه حتى هذاك هذاك اللي تكلمت عنه حسن الثاني ولا محمد السادس خويا راه تم دائما اصله من شبه الجزيره العربيه، تم دائما عربي، ما عمره يكون مغربي. هو بنفسه هو يقول لك انا جدودي من شبه الجزيره العربيه. علاه ما يقول لك، علاه ما يقول لك انا راني مغربي؟ لو كان هو مغربي ما يقول لك شبه الجزيره العربيه. وخويا البيعه اللي تتكلم عنها باش نختصروا الوقت، خويا البيعه راه ما يعترف بها القانون الدولي، الأمم المتحدة خويا ما تعترف بالبيعة، هي بغات الروابط القانونية. شنو هي الروابط القانونية؟ هي السيادة خويا. راه 92 عام وهي إسبانيا في الصحراء الغربية، ما مشى مغربي واحد يدافع على هذيك الأرض. الجيش الملكي خويا تأسس سنة 1956، ما مشى يدافع على هذيك الأرض. محمد الخامس لما أعلن استقلال 56 ما قال راه عندنا واحد الأرض محتلة. خويا جاوب. يا أخي، يا أخي الله يهديك، الله يهديك، خليك مع الله يهديك شنو، خليك ما اسمح لي مع كل الله يهديك شنو، مع كل احترامات الله يهديك شنو هي. إلا كتقول لي أنت أش دخل أخويا يهديك، فأنا متكلم معك على التاريخ تقول لي الله يهديك. خويا أنا راني نتكلم لك على وقائع تاريخية. خويا فراسك أنت بأن الحسن الثاني قسم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 75؟ يا اخي انت كتقول لي منين الاصل ديالو ماشي مغربي؟ اذا ماشي مغربي حتى اللي كيحكم بريطانيا راه ماشي بريطاني، راه حتى هو. واخويا انا ما سولتك على بريطانيا اخويا، انا سولتك على المغرب، انا سولتك على الصحراء الغربيه. مشيت لي للملوك، مشيت لك للملوك اخويا، انا ما سولتك على الملوك. انا نشوف، انا سؤالي ما هو على الملوك خويا. هذه الارض، هذه الارض شنو رايك انت في قسمتها من طرف الحسن الثاني مع موريتانيا في 75؟ يا اخي انت اعطيني عقلك، ما تضحكش عليا. او اعطيني خويا، انا ما كيفاش نضحك عليك؟ انا كنحترمك، اعطيني سنه خويا. شوف ما تقوليش نضحك عليك، انا خويا ما ضحكت عليك خويا. انا سولتك هذه الارض ما دامت مغربيه، لماذا اعطى الحسن الثاني منها واد الذهب لموريتانيا في 75؟ ما اعطاهاش لي لضروره احكام يا اخي. الاسكا راه ادتها، ما اعطاها لها لضروره احكام. ما فهمتش. إذا كنت أنت عندك السيف فوق راسك تقدر. ما فهمت أخويا. هل أعطى واد الذهب لموريتانيا؟ لا أنت راك فاهم كل شيء، ما كتبغيش. هل أعطى واد الذهب لموريتانيا؟ لأن عندكم واحد الاحتفال اسمه 14 هوشت 1979 استرجاع واد الذهب. ما أعطاهالاش، ماشي أعطاها لا، ماشي أعطاها لا. واللي فرض عليهم يدوها. شنو؟ شنو؟ المغرب أصلاً. شنو؟ المغرب اصلا ما كانش كيعترف خويا. شوف كاينه اتفاقيه مدريد الثلاثيه اللي بموجبها اقتسمت الصحراء الغربيه على نصفين. أم تقتصر حسن الثاني؟ نعم الكبير، كلامك هو الكبير، ولكن لا الصحراء. خويا شوف راني نحصلك المسيره هذه اللي تسموها انتم المسيره الخضراء. لاش مشات اخويا انت بوندي زاني؟ لاش مشات اخويا هذه اللي تسميها انتم المسيره الخضراء؟ وي مشات تجيب صحراء، حيت الصحراء ديال. لاش مشات؟ لاش مشات؟ جاوبني على سؤالي. يا اخي راه كانت محتله من اسبانيا. ايه ولاش مشات المسيره؟ مشات كانت عندها اتفاقيه مع اسبانيا باش تمشي تحرر الصحراء ديالنا. شكون اللي عندها اتفاقيه؟ المغرب. ماشي اتفاقيه، كانت عندنا اكور تحت الطبله ما بين المغرب واسبانيا باش ما تضربوش. وخويا واد وموريتانيا خويا اش دخل واد موريتانيا في واد الذهب؟ موريتانيا ما كانش مغرب، ما كانش بلاد صاحبي الله. كيفاش خويا؟ شوف واد الذهب، شوف واد الذهب كانت فيها موريتانيا من 75 الى 79. اسمح لي خويا، اسمع لي خويا راه هذا التاريخ راه ما عندك ما تزور فيه. شوف اخويا راني نبقى معاك هون ساعه، ما عندك ما تزور في التاريخ اخويا.
واد الذهب، واد الذهب دخلتها موريتانيا في 75، وانتم قلتوا نمشي تحررتوا الصحراء هذه المغربيه كامله حررتوها من اسبانيا، اسبانيا انسحبت 76. خويا ما دخل واد، ما دخل موريتانيا في واد الذهب. لا سي 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 لا صعبين ما تبقاش تقول لي انت تحط راسك بحال كومانتوغو. شكرا خويا عزيز، شكرا خويا عزيز، شكرا خويا عزيز، شكرا على المساحه. شكرا شكرا شكرا. شفتوا هذاك اللي يقول، هذاك اللي قال مخينزو، مخينزو واش عرفت منين جات من هذاك المصطلح؟ هذاك المصطلح جابوه المقاتلين الصحراويين ديك الساعه منين كانوا يقبضوا ذوك الكباش اللي عندكم اللي راسلهم الحسن الثاني باش يحاربوا في الصحراء الغربيه، منين نتروهم شي حفره، منين يجوهم نتروهم شي حفره ويدوهم شور السياره باش يدوهم للسياره، منين يلحقوهم المخيمات العزه والكرامه يلقاوهم، يلقاو لباسهم كامل لا حول ولا قوه الا بالله. اللعب الخوف قال لك مخينز مساكن مساكن وعرف شنو مخينز بعد باش تعرف باش باش المره الجايه تتكلم عنه. غالي تعال مرحبا تفضل. سيد احمد يوسف ما ارسلت لك غير حسن طالياني، حسن طالياني تفضل، حسن تفضل. واش جان تفضل اخي الكريم. سيد الرجاله واش حوالك؟ لاباس الحمد لله اخويا، ما عرفتك عرفنا بنفسك جزاك الله خير. انا حسن طلياني من الشرق الجزائري. مرحبا وسهلا والله، تفضل اخي حسن. عندي واحد النقطة تفضل اخي حسن احكيها لي جدي في 2016. تفضل اسمع فيا. نسمعك عندي واحد النقطة بغيت توضح ليها شوية. عندك سينيالي فيك بزاف، عندك عندك العريان جا بزاف يسينياليوك، لكن سينيال ما عنده مشكله السينيال بزاف السينيال واللايف راه يطيح اللايف ما عنده مشكل. تفضل اخي. يا اخي تفضل. واحد واحد الموضوع حكاه لي جدي في 2016 ومات في 2016. تفضل تفضل. ما عليش اللايف تاعك كبسون فضلك. كبسون أنا فقط في 139,000. مبكر ندور. صوته حق متقطع. حق يبان حق ما هو شو بونسي بان الجيريا حق كبسو. من فضلكم كبسو. ما هو جزائري ربما طلع السطح ولا شو ولا سينيالي ولا شو نهى. نهى تفضلي. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام مرحبا وسهلا والله. مرحبا تفضلي. محمد هذاك تونسي ما جزائري، هذاك تونسي من هذوك التوانسة اللي عايروا الجزائر، خلينا منه. لا علينا. ايه علي خلينا. لا علينا. المهم مضى. واش راك داير خويا محمد؟ صافا الحمد لله بخير الحمد لله ان شاء الله. وانت كيف حالك؟ لم يجد السؤال الاخ محمد او
قريب راهم راهم الحمد لله ماشيين في الطريق الصحيح. قريتهم نشجعوهم نشجعوهم. قريتهم شوية؟ قريناهم الآداب والتربية مجانا الحمد لله، مجانا ما يخلصونا شيء الحمد لله. شوف نعلمهم كيف تفتح الباب، كيف تقول السلام عليكم، كيف تجلس، كيف تقلع صباطك، كيف تتكلم مع الناس. هذا الشيء كامل الحمد لله دروس، دروس في 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 التربية حتى في اللايف. مع الأسف شفت الأخ محمد احنا عندنا مدرسة إعادة التربية هي سيدنا. هو هو في في الزريبة لحلينا عدت لك السجن هذاك اللي في الزريبة. تدخل إمام تخرج مجرم. الأخ محمد غير حبيت نقول لك ما عندهم إجابة، وحبيت نقول لهذوك المراركة اللي رامي يطلعوا يقولوا البيعة البيعة، ما نش في عصر الجاهلية البيعة، الدول والأمم المتحدة ما تعترف بالبيعة، غيرهم يخرطوا يخرطوا على أرواحهم شوية. الأخ محمد خليهم يخرطوا حتى يشبعوا. والأخ محمد هذاك راح نجاوب لك على ذاك اللي كان طالع قال لك باللي ما اقتسمتهاش المروك، المروك اقتسمت الصحراء مع موريتانيا وحبت تقتسمها مع الجزائر، والرئيس هواري بومدير ربي يرحمه ما حبش رفض، وعنده واحد فيديو واحد الخطاب يقول قال لك رفضنا بتاتا ما ناخذوش ارض الناس هكذا قالها. راه كاين واحد الخطاب نعرف شفته نعرف شفته شفته والله شفته انا. والحمد لله انه الجزائر ما تورطت في قضيه الصحراء الغربيه، ما يبقى مسجل عليها التاريخ كيف الان موريتانيا اللي دخلت ارض الصحراء الغربيه في وقت من الاوقات. صحيح سي محمد، وقال لك موريتانيا ما كانت، موريتانيا اقدم من المروك بالالاف السنين، موريتانيا ويوسف بن شنديو اقدم منهم ويهضروا زعبالات. الاخ محمد ورايحه غير نقول له بلي كيما قال لك هو كانت غير اماره فاس واماره مراكش. سي محمد اليوطي كيدخل، اليوطي كيدخل ما دخلش للصحراء الغربيه، دخل غير اماره فاس واماره مراكش. الصحراء الغربيه كانت للصحراويين، كانت مستعمره من الاسبان. لماذا اليوطي لما قدم الى اماره فاس واماره مراكش ما تجرأ ودخل أراضي الصحراوية؟ هو الأول أسس المروك. غير هذه خاصهم يفهموا غير اليوطي لماذا لم يتجرأ ويخترق الحدود، لماذا؟ أكيد أكيد لأنه كان شعب صحراوي شديد، كان بطل مع مواجهة الاستوى. صح سي محمد، لخاطر هذاك اليوطي اللي أسسهم قعد غير في البقعة تاعهم إمارة فاس وإمارة مراكش. سي محمد ما تقولش الأراضي الصحراوية أبدا أبدا لم يخترق. والشعب الصحراوي شوفي الشعب الصحراوي هو الشعب اللي واجه ثلاثة احتلالات أو أنواع من الاحتلال بشكل متوازي، من إسبانيا 92 عام لكن مشات إسبانيا ودخل في مواجهة الاحتلال الموريتاني والاحتلال المغربي، أو الآن تقريبا في قرن ونصف من الاحتلال. صحيح سي محمد، وهو يحوسوا انت تجبد له في التاريخ، هو يحوس يزور التاريخ. التاريخ لا يزور، تاريخ صي التاريخ راه مدون، مدون في الكتب ومدون، ما تزوروا التاريخ والله. سي محمد ولا ما عندهمش إجابة لأنهم ليسوا أصحاب حق. الأخ محمد هذه أكيد أكيد ليسوا أكيد أصحاب. إحنا عارفين، أنا عارفينهم والله، عارفين عنهم ما عندهم إجابة والله. والله يقدرك عليهم السي محمد. آمين إن شاء الله. الغربية ويحيي الشعب الصحراوي الحر. آمين إن شاء الله، آمين إن شاء الله. مشكورة لأختنا، هو أنت كذلك والله، شكرا. محظة يعني، محظة يعني. تفضل. وعليكم السلام ورحمة. تفضل أخي الكريم. والله اللي بخير الحمد لله ما شاء الله. أنا طالع معك نحيي. عرفنا بنفسك. جزاك الله خير. محمد الزياني من كاستيخو سيميجا. كاستيخو إيه. مرحبا وسهلا. تفضل أخي الكريم. وعطينا رأيك، إحنا بغينا رأيك في موضوع الصحراء الغربية. انا ما نكذبش عليك، انا نقول لك الصراحه الله انا ما كنعرفش في هذا الشيء. ما عندك انت مع السياسه شي بحالي ما عنديش. ايوا ما مشكل والله. ايوا ما مشكل. شكرا اخويا محمد، الله يعاونك اخي، الله يحفظك ان شاء الله. مرحبا وسهلا. انسان طبعا اللي بعيد على السياسه نحترم وجهه نظره. وداد
فاتي غوز برافو عليك. وبطل واحتلته فرنسا اسبانيا 64 94 سنة وانا كت مسكن والله. وهذا هذا 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 باب شو استفدوا منك الناس؟ ما عندهم يستفدوا منك يا اخي. انت ما عندك حتى ابسط شروط الحوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. نرجعوا مال للدرس. تفت فات الدرس. لا حول ولا قوة بالله عليكم. شفتوا شيء اخ جزائري يطلع بهاي الطريقة؟ والله والله انسان صحراوي يطلع بهاي الطريقة، والله انسان موريتاني يطلع بهاي الطريقة. ما تلقاه. سبحان الله. تكرع على زابورك، تكرع على الحيط، يسمعك الحيط ما سمعك هو. تفضل أخي المغربي. فين الأخ محمد؟ لاباس عليك. السلام عليكم. بعد هي الأولى. السلام. تفضل أخي أعطينا اسمك. علاش تمشي في المغرب؟ علاش بعتي راسك؟ بعت راسي. لا حول ولا قوة. علاش بعتي راسك؟ مالي انا عجل؟ على انا عجل نباع؟ على انا كيفكم انتم؟ انتم راك بعضكم كامل الشعب المغربي باعكم محمد السادس للتطبيع، باعكم بلا ريال بلا اثنين، حتى ما جبتوا له شيء بهذاك الفايده. لا خويا محمد راضي اللي ما يبيع راسه. محمد راضي اللي غالي غالي غالي. الان محمد السادس قال باغي يدفع فيه الملاير، وقال له هذاك الملاير اعطيها لشعبك وكل بها شعبك. سمعت ولدي؟ اش تعرف الانسان اللي ما ينباع؟ اما انت ما راك اصلا تنباعوا بلا شيء. نحاول اعلف اعلف ملا هذاك الكرش وكان. امين. تفضل. علاش تاين داك الرايه قول؟ هذيك الرايه. نعم. شفتها كيلو دماطيشه. نعم. الشعب يتكلم لا على كرش مطيشه ما تمطيشه. اخويا نتكلموا على قضيه الصحراء الغربيه. مطيشه خويا رانا عارفين بانها غاليه عندكم في المغرب. خويا لا عندي غاليه عليكم، تحزموا شوي باش ترخص عندكم مطيشه. شكل شعب مطيشه وبطاطا. بماذا هي الصحراء المغربيه بمطيشه؟ لا حول ولا. جيلي عبد. جيلي عبد يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليك. بخير هانية. الأمور كل شيء بخير. سانك سانك الحمد لله. عرفنا من نفسك جزاك الله. معك عبد الله من ألمانيا. مرحبا. تفضل أخي. مغربي مغربي. تفضل. كدايرين لاباس عليكم؟ بخير. والله إلا بخير الحمد لله. الأحوال كل شيء بخير. العائلة لاباس. لا حول ولا حول ولا. تفضل. بغيت نقول لك انايا وانايا نحب جمع الصحراء الغربيه ولا المغربيه والجزائر. خويا انا السؤال عندي، السؤال خويا السؤال عندي، بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75؟ تفضل خويا. انا نقول لك شنو. انا بغيت انا الجزائر والمغرب وتونس ومصر. بماذا هي الصحراء المغربيه خويا؟ لا تفهم السؤال خويا. انا ما سولتك على رايك، انا سولتك على الحجج القانونيه والتاريخيه على ان الصحراء كانت مغربيه. انا ما عنديش مع السياسه باش نقول لك انا هذا سميتو. ما عندكش مع السياسه؟ ما عنديش مع السياسه. شكرا خويا شكرا. اذا ما عندك مع السياسه. شو رايك؟ السلام. هو ما عنده مع السياسه، هو غير باغي يجمع موريتانيا وتونس وليبيا وذاك الشيء في دوله واحده. اذا نكتفي بهذا القدر. أذكركم على أنه الحلقات تجدونها في القناة في اليوتيوب. حلقة البارحة ما تمكننا من بثها لأنها ما استطعنا تحميلها البارح، ولكن إن شاء الله ستكون متاحة هذه الليلة. ضربوا لكم موعدا في القناة في اليوتيوب إن شاء الله باش تشاهدوا الحلقة في حدود 10 ليلا بتوقيت باريس. نحن الآن عن السادسة، يعني بعد 4 ساعات إن شاء الله تشاهدوا الحلقة. ممكن تنضموا للقناة باش توصلوا بإشعارات الفيديوهات. إذا موعد الفيديو المقبل من تكتوكيات الصحراء الغربية في إن شاء الله في 10 ليلا بإذن الله تعالى.
لا تنسوا دائما الوفاء لمثل هذه اللايفات، لأنها في الحقيقة تكشف حجم المعلومات اللي عند بلد كامل كيف المغرب الذي يدعي على أنها قضية الوطنية، يقولون على أنه الصحراء هي القضية رقم واحد، فايت ماطيشة، فايت بطاطا، فايت الحريرة، فايت العلف، فايت كل شيء، مستشفيات، كل كله لا قيمة له. هاش صورية غصبا عن فوك مسكينة الوالد الله يرحمه، الله الوالد الله يرحمه، خلي عليك الوالد رحمه سكو لا تتحاسب معاه في القبار، والصحراء الغربية ما لا تتحول لك إلى مغربية. الأخت صورية شفتي احنا متربيين الحمد لله، احنا ما يدفعنا شي باش نسبوا الناس وبوك وجدك وعمتك، باسكو هذاك الشيء كان ما عنده ما يقدم لك اختي صورية، فالله يهديك. هاش اللي نقول لك، انا راني مسامحك ولكن الوالد راه نكمينك معاه، الوالد راه في القبر. إذا كما قلت هذا نموذج من الأجوبة اللي عند شعب كامل يدعي على أن هذه قضيته الوطنية الأولى. الإنسان اللي قضيته الوطنية الأولى يكون عنده الآليات باش يدافع عنها، تكون عنده حجج وأدلة تاريخية باش يدافع عنها، باش يبين فعلا بأنه عنده طرح معقول ومقبول. لكن هذا من سبع المستحيلات، لأنه المخزن عاجز، هاي 48 سنة عاجز عجزا تاما على أن يثبت بحجة بسيطة ولو 1% على أن هذه الأرض أرض، وقف عجز، فأصبح يقدم الرشاوى في البرلمان الأوروبي والبشاوى في الأمم المتحدة، ويجيب أسعد الشرعي، ويجيب فلان ويجيب فلان ويجيب فلان، باش على الأقل يقول لكم على أن هذه الأرض أرض. ولكن شوفوا جبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي، والبوليزاريو اللي ممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ما تلجأ لأي يوتيوبر في العالم باش يجي دافع لها عن أرضها، ما تلجأ له. لا، لأن عندها الشعب وعندها التاريخ ينصفها، وعندها دول كذلك تعترف لها بالسيادة على هذه الأرض. بينما كل ما يشتريه محمد السادس من مواقف من الدول، والله من بعض الكيانات السياسية اللي تسقط في فخه، هي هم ناس ينباعوا وينشروا، يشتريهم باليورو والله يشتريهم بالدولار، ولكن ما قد يشتريهم بالتاريخ. لذلك الأخت سورية ولا غيرك، الله يهديكم، هذا الشيء اللي نقولكم، راجعوا مواقفكم، حاولوا تصلحوا أنفسكم، صلحوا أفكاركم، حاولوا تصحوا أفكاركم. ليس عيبا على أنك تكون خاطئ، ولكن العيب هو أنك تستمر في الخطأ، هذا هو اللي عيب. ولا بغيتي تدافعي، دافعي بكل احترام وأدب باش الناس كنت تسمعكم، ولا أبوك وجدك وهذاك شي كامل ما عنده حتى قيمة. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم. قاهر العدو إن شاء الله مرحبا بك مرة ثانية إن شاء الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا.